تفاصيل عن الانتقالات ديت، لكن خلينا نبدا معاك من انتقال لاعب مصري من الدوري التركي للدوري الفرنسي، بتكلم على مصطفى محمد. تمام. وانتقال لاعب من البريمير ليج الى الدوري التركي، بتكلم على طبعا تريزيجيه مع ترابزونسبور. شايف مشوار الاثنين ازاي؟ وخلينا نبدا بمصطفى محمد. يعني مصطفى محمد اولا بصراحه ده انتقال رائع، ان هو بينتقل من الدوري التركي اللي هو الاهلي للدوري الفرنسي اللي يمكن تقريبا هو خامس اقوى دوري على مستوى العالم. اي نعم، هو ما راحش الفريق لباريس سان جيرمان مثلا او مارسيليا او كده، لكن هو راح نانت يمكن كان التاسع تقريبا في الدوري الفرنسي، لكن هيلعب يوم الاحد الجاي على موعد مع التاريخ انه يلعب كاس السوبر الفرنسي ضد باريس سان جيرمان. اعتقد دي مباراه تبقى مهمه جدا، بدايه رائعه لمصطفى محمد ان احسن استغلالها او اجاد فيها بشكل كبير، لان هي تفرق معاه جدا. طبعا هيبقى افضل من الدوري التركي بكل الاحوال، لان طبعا العيون كلها هتبقى على الابرز في الدوري الفرنسي. يمكن من حسن حظ ان الدوري الفرنسي يمكن بينحصر بنسبه كبيره جدا، وطبعا دور البطل الاوحد تقريبا اللي هو باريس سان جيرمان، مع يعني مناوشات كده من ليل من ليون، حاجات كده بسيطه على استحياء يعني. طبعا الفرق كبير جدا ما بين باريس سان جيرمان وكل الفرق، انت عارف بقى طبعا أكيد. نيمار وميسي والبقيه، لكن دي بقى فرصه. انت شايف انها خطوه جيده؟ يعني خطوه طبعاً جيده طبعا، انك بتلعب في التوب 5 ليجز بالظبط، انت بتلعب في التوب 5، ان انت تصل في النهايه على الاقل هتبقى عين الناس دي عليك يعني. صحيح. يعني كل اسبوع بنشوف ماتشات الدوري الفرنسي او بتتحلل في كل اوروبا، فبيبقى عينهم عليه الابرز بيفرض نفسه. فدي فرصه يعني، هو إعارة سنة، أنا بعتبرها فرصة سنة بالنسبة لمصطفى محمد. فرصة رائعة جدا. إعارة بيع مش مهمة، حتى لو بالشكل الإعارة مش قضية، إن أنت لازم ما تنزلش المستوى ده يعني. إن ما رحتش بقى دوري ألماني إيطالي أسباني إنجليزي، الثلاثي الأكبر على مستوى العالم اللي هو الإنجليزي والأسباني والإيطالي، يبقى على الأقل خليك في التوب 5، ما تنزلش للدوري التركي. طبعا مع كامل احترامنا وتقديرنا، لكن إن أنت خدته كمحطة ده شيء رائع جدا. دي بنتمنى التوفيق لمصطفى محمد، ودي خطوة رائعة جدا جدا جدا. طيب بالنسبة لتريزيجيه خروجه من البريمير ليج للدوري التركي، شايف ده داون جريد ولا أب جريد؟ هو هل من الافضل كان تريزيجيه يتواجد او يستمر في احد الانديه في البريمير ليج، او هو على مستوى الدوري التركي معروف وعنده رصيد كبير جدا في الدوري التركي؟ والله طبعا هي حاجه بصراحه مؤسفه، لان شئنا بقى بين الدوري الانجليزي ده في حته تانية، ده حتى يمكن الشامبيونشيب اللي هو دوري الدرجه الاولى الانجليزي اقوى من دوريات على كبير على مستوى العالم بكل امانه. صحيح. فكنت اتمنى هو ما يخرجش منه، لكن عزائنا الوحيد في القصه دي ان ترابزون السبورت اللي هو الاول هو بطل الدوري. صحيح. فهيلعب دوري ابطال اوروبا، دي فرصه طبعا لدوري ابطال اوروبا، طبعا اللعب فيها بطوله طبعا يعني بتبقى ميزه كبيره للاعيبه اللي هتلعب فيها، بعكس مثلا استون فيلا يمكن انها ال 14 مش متذكر كم في الدوري، مش هيلعب طبعا اي من بطولات اوروبا. فدي فرصه ليه، وان كان مش هنقدر نضحك على نفسنا ونقول ان يعني في النهايه بقائه في الدوري الانجليزي كان هيبقى افضل. انا بيني وبينك كنت اتمنى انه يبقى في البريمير ليج، سواء حتى في بعض الانديه في وسط الجدول، حتى استون فيلا هو. صحيح. كل طموحاته انه يبقى في البريمير ليج، لان